ديال 1940، عندي 82 سنة وهاني ساكن هنا. البلدية يجي يشوف الظروف نتاعي، والدار هذه اللي نسكن فيها يعيش نتاع خويا، الظروف نتاعي مشاكوها الصحافة، راني ما عندي والو، شهرية ما كانش، راني عندي مسنين ونسكن بعيد، راني يعني المصاريف نتاعي كل يروحوا في الطريق في الطوموبيلات الفروض، وما عندي ولاد، ما عندي مرا، ما عندي بنات، ما عندي ولا، مانيش متزوج. وما تكفينيش الظروف نتاعي، هذا المجموع عندي ثاني بروستات، راني مريض، هاو الكواطر محطوطين، ما نجمش نعيش اللي يسمى مليح مليح، ماذا بكم تجيو تعاونوني ديروا لي حل، إلى حبيتو إن شاء الله، وإلى. قناة بوراس تيفي، وجيت باش نقول لكم على كل حال على الظروف نتاع المعيشة نتاعي. راني عايشة هنا في الزاوية، وراني وحدي، ما عندي لا ولاد، ماني متزوج، ما عندي والو، داري فارغة وشافوها الهوا، ونطلب تعدلوا لي الظروف نتاعي.